ونبقى مع المقاومة بالفن وتحديدا السينما، ومن فلسطين إلى لبنان، حيث تتواصل فعاليات الدورة 11 لمهرجان طرابلس الأفلام. يعرض المهرجان على مدار 6 أيام نحو 50 فيلما تشارك فيها الفئات الستة المختلفة، ممثلة لعشرين بلدا عربيا وأجنبيا. وغالبية الأعمال المشاركة في مهرجان طرابلس الأفلام إنتاجات حديثة، وبعضها شارك في مهرجانات كبيرة. من بين الأفلام التي تتنافس على جوائز المهرجان وداعا جوليا من تأليف وإخراج محمد كردفاني، مادونا للمخرج جون فريد زكي، ويرقة للمخرجتين ميشيل ونويل كسرواني، وإن شاء الله ولد لأردني أمجد الرشيد وغيرها. يشار إلى أن حفل الافتتاح شهد منح جائزة إنجاز الحياة للسنة الرابعة على التوالي، وذهبت هذه المرة لتكريم الناقد والسينمائي اللبناني إيميل شاهين.